إذن هذه الشاحنات لم تكن وصلت إلى الجانب الإسرائيلي، هذه كانت في الجانب الأردني وتتهيئ للدخول الجانب الإسرائيلي تمهيدا لوصولها للأراضي الفلسطينية، ولكنها أعيدت إلى الأردن، وبالتالي بدأت الشاحنات المتواجدة في الجانب الأردني تعود، لأنه يبدو أنه المعبر سيغلق لساعات طويلة وربما لأيام، لأنه كان الرهان أن يفتح أو يستأنف العمل غدا صباحا في المعبر، ولكن على ما يبدو بمجرد أنهم أعادوا الشاحنات المتواجدة في الجانب الأردني، وهذا ينذر بأن الإغلاق ربما يستمر لأيام. على أي حال كنت أتحدث معك عن عدد الشاحنات العالقة الجاثمة هنا على المعبر على جسر الملك حسين، هناك أكثر من 500 شاحنة رشا الآن جاثمة هنا لا تتحرك، هذه من المفترض أن توصل مساعدات إلى قطاع غزة. ما يحدث أن هذه الشاحنات تدخل الأراضي الفلسطينية بعد التفتيش الأردني والإسرائيلي وتلقي الحمولة في الأراضي الفلسطينية، وبعد ذلك تأتي شاحنات أخرى وتنقل المساعدات إلى معبر كرم أبو سالم، وبعد ذلك تذهب إلى قطاع غزة، وبالتالي هذه المساعدات ستتوقف، لن تتمكن من الذهاب إلى معبر كرم أبو سالم. نحن طبعا والجميع هنا، يعني هنالك أشخاص ينتظرون ذويهم من السائقين الذين يعني شاهدناهم صباحا في الصور في الجانب الإسرائيلي حينما حدثت العملية وقام الجانب الإسرائيلي باعتقالهم والتحقيق معهم، هنالك عدد منهم لا زال معتقلا من الجانب الإسرائيلي. حينما سألت واستفسرت علمت بأن هنالك عدد من الشاحنات، واحدة منها كان يقودها ماهر الجازي وهي كانت تنقل مياه معدنية، وكل الشاحنات التي نقلت مياه معدنية تم التحفظ على السائقين فيها للتحقيق أكثر، والعدد المتبقي من السائقين انتقل إلى الجانب الأردني وهم موجودون الآن في الجانب الأردني على نية أن يعني يغادروا قريبا الجانب الأردني. هذا هو المشهد في جسر الملك حسين رشا، ولكن الأهم أن المعبر مغلق، والأهم أن أعداد الشاحنات التي من المفترض أن تذهب إلى قطاع غزة، وهي طبعا كما تعلمين الشاحنات هنا نوعين، النوع الأول تسيره الهيئة الخيرية الهاشمية وهي مساعدات إلى قطاع غزة، والنوع الثاني هي شاحنات تجارية تنقل مواد تموينية وأمور أخرى إلى الداخل الفلسطيني، ولا بد أن تمر عبر المعبر الإسرائيلي والتفتيش الإسرائيلي. شكرا يا عمار على كل هذه المعلومات، كنت معنا من الأغوار الشمالية جسر الملك حسين مراسل الحدث عمار الهندي، شكرا جزيلا.